بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخ المعتقلين الأربعة ماهر وفاضل ومحمد ومرتضى الخباز، التي صدر النظام الخليفة الأحكام الجائرة حكم المؤبد والإعدام بحق أخي ماهر الخباز. ونحن من هذا المنطلق نستنكر هذه الأحكام الخليفية الظالمة والتي تدعي أنها عادلة، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية والجمعيات السياسية وغيرها بالتضامن بجانب كل معتقل مظلوم من قبل العصابة الخليفية، ولا سيما الرموز الكرام التي تطالب بالمطالب الشعبية. والمعتقل ماهر الخباز ظلم من قبل القاضي الخليفي وجميع من يحاكمونه في المحكمة الخليفية ظلموا، ونتمنى الفرج العاجل لجميع المعتقلين ولا سيما رموزنا الكريم.